معانا على التليفون دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا ست النايم، عامل ايه؟ كله تمام، وحشنا والله يا دكتور. انت الاكثر، وحشت كتير يا رب يخليك يا دكتور طلعت. جلسات الحوار الوطني وبدات كما جرت العاده بمنتهى الحماوه، اتكلموا عن الاسعار، اتكلموا على ضبط الاسواق، الجلسه النهارده كانوا بيتكلموا على هيكل الموازنه وعجز الموازنه. تمام، هنعمل ايه؟ والله بص حضرتك، طبعا الجلسات زي ما حضرتك قلت ساخنه جدا ومركزه ومفيده. صح. وطبعا حضرتك عارف ان احنا طبعا الجوله الاولى في الحوار الوطني، اما طبعا 135 توصيه. ايوه. جزء منهم سياسي، جزء منهم مجتمع، جزء منهم اقتصادي. فكان من الاهميه المكان ان احنا نفعل تلك التوصيات تتحول الى تشريعات وقرارات وسياسات وبرامج. وطبعا بناء على توجيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما تم يعني انتخاب رئيسا للجمهوريه، وطلب ان الحوار المجتمعي وحوار وطني يستمر ويركز على القضايا الاقتصاديه. وبناء على ذلك احنا كمجلس امناء قعدنا، وكان قاعد معانا الوزير احمد جلال بصفته رئيس المحور الاقتصادي، وقعدنا مع دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولقينا فعلا بصراحه رغبه شديده جدا 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 من رئيس الحكومه وبناء توجيهات الرئيس ان يكون هناك يعني توصيات وقرارات وسياسات وتشريعات مقترحه، وان الحكومه هتلتزم بتنفيذها. والدليل على ذلك ان رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنه مشتركه. صحيح. من الحكومه مع مجلس الامناء على اساس ان احنا نفعل التوصيات ال 135 توصيه وفي برامج زمنيه وبجدول، وده شيء كان ايجابي جدا جدا في جلسته معنا منذ يومين. اما بالنسبه للمحور الاقتصادي والقضايا المطروحه، هي قضايا غاية في الأهمية، بدءا من الأمس لما تحدثنا عن الأسعار، التضخم، الغلاء، كلمنا عن المعوقات التي تعوق التصدير، الإنتاج، الصناعة، الزراعة، السياحة، النقد الأجنبي، ثم النهاردة عجز الموازنة العامة للدولة، الدين العام وكيفية التعامل معاه، بنتكلم بعد كده عن ملكية الدولة، بنتكلم عن يعني توحيد الموازنه العامه للدوله، بنتكلم عن يوم الخميس عن موضوع غايه في الاهميه وهي العداله الاجتماعيه. كل دي القضايا اللي كانت موجوده وخرجت من توصيات المرحله الاولى. طبعا كنا حريصين كل الحرص في المرحله دي ان الاجتماعات تبقى اجتماعات مركزه مش كبيره، لازم الحكومه تبقى حاضره فيها. وفعلا رئيس مجلس الوزراء يعني ارسل كل الساده الوزراء المعنيين، الدكتورة هالة السعيد امبارح وزير السياحة، الدكتورة الراجل المرشط، يعني كل القيادات، كل الوزراء، الدكتور نبيل القباشة يوم الخميس وهكذا، عشان يبقى فيه بقى روشتة وعلاج سريع ويعني قضايا لازم تحسم. طب هل يعني تم الاتفاق على الجدول الزمني يا دكتور؟ طبعا. بالنسبة لحضرتك احنا يعني احنا قعدنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء، اتفقنا ان يعني خلال مثلا فترة زمنية، هو كانوا عاملين جدول. يعني مثلا موضوع زي المجالس الشعبية المحلية كانوا محددين مثلا 3 شهور مثلا قانون يدخل. احنا طبعا واحنا اثرنا كلامنا مع رئيس مجلس الوزراء وافاد ان احنا هنعمل برنامج جدول زمني. طبعا في حاجات عاجلة مش يعني لن اتأخر، يعني النهارده بتكلم زي الرقابة على الاسواق والغلاء والتضخم، لابد ان يكون مواجهه سريعه. طبعا. يعني امبارح حضرنا سويا في مجلس النواب في تعديل الماده 71 من قانون حمايه المستهلك. ده كان المشروع بتاع النائب احمد مقلد. طبعا، وكلنا تحمسنا ليه، وطبعا دي نقطه جيده جدا، من يحاول ان هو يتحكم في المواد المواطنين والغذاء بتاع المواطنين، لا ما يبقاش فيه، لازم تغلظ العقوبه. وتصادر المنتجات ويتم اغلاق المنشاه، وده شيء طيب، يعني شيء رائع. وطبعا احنا بنقول في تجار كتير شرفاء، انما من ينحرف لازم يعاقب. طب انا 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 في الحته دي تحديدا يا دكتور هاخد راحتي شويه قوي. يا رب يخليك. القانون رائع، التعديل اللي عمله مقلد اكتر من رائع. انا دايما بيفضل عندي حاجه واحده وحضرتك أدرى مني بيها لما لك من خبرة برلمانية واسعة جدا، ربنا يخليك، إن الحكومة تفعل القانون وتعديلاته، الحكومة تصبح ذات يد فاعلة ضاربة.
احنا المشكله مش في القانون، المشكله في الفاعليه. مظبوط. احنا امبارح يا شبيست النائب، امبارح لما كلمته كان ليا تعديل في الماده دي بالذات، وكان ليا راي وقلته في الجلسه وباكده انا مع حضرتك. قلت مثلا جهاز زي حمايه المستهلك، جهاز ليس له ادوات ونفس اختصاصاته 12 اختصاص معظمها حاجات انشائيه، لابد ان يكون له اختصاصات قويه. يكفي ان اقول ان عدد افراده ما يزيدش عن 390 معهم ضبطيه قضائيه على 106 مليون مواطن، ده هذا لا يكفي. ميزانيته قد ايه؟ لا تكفي. فاحنا عايزين يبقى رقابه قويه. في افكار بدات تتقال ان احنا نوحد الاجهزه الرقابيه اللي بتتعامل مع السلع الغذائيه مثلا. احنا عندنا 6 جهات بيتعاملوا هذه المساله. انا عندي تفتيش التموين، وعندي جهاز حمايه المستهلك بالظبط كده، وعندي الرقابه على الصادرات، وعندي سلامه الغذاء، وعندي جهاز منع الاحتكار والمنافسه ومنع الاحتكار. دي كلها 6 اجهزه. طب ليه ما يبقوش جهاز واحد او مجلس اعلى يضم كل ده ويشتغل بخريطه واضحه؟ حمايه السوق دي غايه في الاهميه. ايضا اتقال من ضمن الافكار ان احنا النهارده ما هيش عرض والطلب. لو انا جيت في هذه الفتره الحرجه وقلت المنتج يروح للمستهلك على طول، بدل المرور على 50 مكان وال 50 مكان كل واحد بياخد مبالغ، وتيجي بالاخر السلعه تروح للمستهلك بمبالغ مثلا بائظه. اما نيجي النهارده نفتح المنافذ، نوسع المنافذ، لابد يكون في حلول سريعه وعاجله. طبعا الحكومه لابد حكومه قويه. ما فيش حاجه فيه بعد الناس تقول لك ايه احنا سياسه السوق اللي هو العرض والطلب. نعم، حتى الدول اللي هي بدات وابتدعت سياسه السوق الحكومه في بعض الاماكن بتتدخل. هو ما فيش حته في العالم الحكومه ما بتتدخلش في ضبط الاسواق، ما فيش حته في العالم، يعني اللي يقول غير كده عنده حقيقي مشكله. بالظبط كده، يعني الدول حتى الكبيره او الدول ايا كان نوعها، الحكومه لابد ان يكون لها يد بطوله لحمايه الناس اللي هم المواطنين اللي هي مسؤوله عنهم. فده طبعا والعلم معني كان قعدنا مع رئيس مجلس الوزراء الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، انا قلت له، قال لي احنا معنيين جدا بهذه القضيه ومهمومين بها جدا. صحيح. خاصه احنا داخلين على شهر رمضان، لابد ان يبقى في ضبط في الاسعار. النهارده الاسعار تتحرك كل دقيقه، ده شيء مش ايجابي وشيء مش طبيعي وشيء مش منطقي. يعني ايه السعر اللي يتحرك كل دقيقه؟ مفيش. اتمنى المزيد من الفعاليه في مساله ضبط الاسواق وضبط الاسعار ده دكتور حقيقي، يعني وفكره انه كل الاجهزه الرقابيه تبقى تحت مظلة واحدة فتتحرك معا كقوة واحدة، ده أكتر شيء رائع. أنا بشكرك جدا دكتور طلعت. أشكرك يا فندم، كل شكر ليك دكتور طلعت عبد القوي، طبعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب المصري.